السلام عليكم ورحمة الله. بداية شكرا لمنبر 24 على تغطيته الدائمة لكل الأحداث المتعلقة بملف محاماة وما تلاه من وما عاقبه من أحداث. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. يعني قرار الحفظ من السيد وكيل الملك بناء على اعترافات يعني الشخص يعني الذي وجه له الاتهام بصفة رسمية، فالحمد لله. هذا الحفظ هو سك براءة من هذه التهم الكيدية التي رفقت بشخصي يعني ظلما وبهتانا وزورا. الحمد لله والشكر لله. أقول أيضا أن شكرا لهيئة الدفاع التي نصرتني في هذه القضية، شكرا لعموم الشعب المغربي الذي يعني أبى إلا أن يساندني من شتى شرائح، أساتذة جامعيين، طلبة، مواطنين، شكرا للجميع. فقط يجب الآن يعني سلوك مسلك آخر لكي تأخذ العدالة مجراها في كل من أوشى كذبا وكل من أراد أن يهين السلطة القضائية يعني وأن وتسبب في جريمة القذف يعني بنسبة ادعاءات كاذبة لشخص معين. إن شاء الله سنتقدم عبر دفاعنا المحترم للقضاء بعد حفظ هذه الشكاية إن شاء الله، من أجل استصدار حكم من شأنه زجر هذه الأفعال، مرتكب هذه الأفعال، ومن شأنه أيضا يعني تقرير المسؤولية المدنية تجاه هذه الأشخاص بناء على الظلم الجائر الذي طالنا وبناء على الصورة التي تم المساس بها في هذه الآونة الأخيرة وبناء على الضرر النفسي اللي شاب. شوفوا غير حالتنا كيف دايرة إن شاء الله، العدالة ستأخذ مجراها ولنا الثقة الكامل الحمد لله في القضاء. المتابعة بقات عندي متابعة أخرى وهي المتابعة بالتهديد بالقتل، ولو أنه لا حتى الشهود لا تصريحات أمام في السنطاق أكدنا جميعا بأن لا وجود لهذه الجريمة، فقط كانت حالة من هستيريا من الغضب اللي كان مسألة طبيعية ومبررة، لأن واحد الإنسان اللي كتهمه بهتانا وظلما في واحد الامتحان وفي واحد الظروف وباغي ترمي عليه الباطر، باغي تصيفطو، باغي تهدد ليه المستقبل ديالو. ولكن الحمد لله، شوف، لنا الحمد لله الثقة الكاملة في القضاء المغربي. هذا الملف ما ندويش فيه بزاف لأنه غيكون معروض غدا إن شاء الله أمام القضاء. التسجيلات بالنسبة يعني كل ما كان يدبر في الخفاء من لدن هاد الأشخاص، وبعد أن حذفوا هاد الفيديوهات، هاد مقاطع الفيديو من حساباتهم في الفيسبوك كلهم، بعد أن حذفوا كل تدويناتهم التي كانوا يتوعدوني فيها بالمتابعة القضائية وبأنهم سيورطونني في الغش وكذا وكذا وسيكشفون يعني على عيبي، هي موجود الآن وقمنا بتفريغها في محاضر ديال السادة المفوضين القضائيين، وسندلي بها أيضا بمرفوقة بوسائل إثبات اللي عندنا إن شاء الله. الحمد لله لعدنا الثقة الكامل في القضاء، كهادشي اللي غادي نقوله. شكرا، شكرا للصحافة، شكرا لهيئة الدفاع، شكرا للقضاء، شكرا للجميع. هذا من كل اللي نقول. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.